نهر ميكونغ العظيم، نهر خطر يخفي في أعماقه كنزا من الذهب. تحف دينية تساوي ملايين الدولارات فقدت عندما غرق مركب هنا عام 1910. على مدى قرن كامل لم يجرؤ أحد على تحدي التيار الجارف والصخور القاتلة بحثا عن الكنز. النهر مليء بمخلوقات قد تقتلك فجأة. لكن مايك فلتشر وابنه وارن وهما غطاسان مستكشفان سيغامران ويغوصان في النهر. يا إلهي، انظر إلى السطح، هل ترى وارن هناك؟ وسيجوبان العالم بحثا عن أدلة. لم أتوقع رؤية صور للمركب. لكي يكشفا سر نهر بودا. يجري نهر ميكونغ عبر جنوب شرقي آسيا ويبلغ طوله أكثر من 4000 كيلومتر. هنا في لاوس يمثل النهر مصدر طعام وماء لملايين الناس، كما يعد الشريان الرئيسي للمواصلات والتجارة في البلاد، وهو أيضا موطن لغز عمره 100 سنة. تتوفر الكثير من الأماكن العميقة هنا في النهر بحيث يمكن أن تختفي السفينة. الغطس هنا خطر جدا. هدف الغطسين المحققين هو لاجراندير، سفينة حربية فرنسية تنقل كنوزا، وقد غرقت هنا في 15 يوليو عام 1910. كانت تجوب نهر ميكونغ، وكانت مهمتها ضبط الأمن في لاوس الواقعة تحت الحكم الفرنسي. كانت مبنية من المعدن بطول 23 مترا مزودة 3 مدافع، لكنها عندما غرقت كانت تنقل حمولة ثمينة من كنوز لاوس، وهي تحف قيل ان نزعها من مكانها قد اصاب لاجراندير بلعنة ادت الى غرقها وموت من كانوا على متنها. يهدف الغطاسان فلتشر الى تحديد مكان الكنز واعادته الى شعب لاوس، لكن عددا قليلا من الغطاسين تمكن من المغامرة في مياه هذا النهر. على مايك فلتشر ان يحدد ان كان الغطس في نهر ميكونغ ممكنا. يرتفع منسوب النهر كل فترة، فتنشأ الدوامات والبقع المضطربة حيث يزداد خفقان المياه في القعر. احيانا لا يمكننا ان نعرف في اي اتجاه تجري مياه النهر، فمع ان المياه تجري في اتجاه واحد الا اننا نرى تيارات معاكسة تدفع بالماء في الاتجاه المعاكس. انها تيارات عنيفة شديدة الاضطراب. لا يمكن التنبؤ بتشكل التيارات في مياه النهر. كل سنة تتعرض حياة المئة للخطر بفعل الفيضانات الخاطفة والمساقط العنيفة والصخور المنجرفة. انظر الى كل الاتجاهات التي تجري فيها المياه. تصور انك تحاول الغطس هناك. ان التفكير في الامر يجعلني ارتعد خوفا. يبحث مايك عن مكان يستطيع فيه تفحص المياه، وابنه وارن يتتبع مسارا من الادلة التي يأمل ان تقوده هو ووالده الى نهر بودا. في لندن انجلترا كشف الصحفي مارتن بيلي عن ملفات سرية تعود الى الحكومة البريطانية وهي تتعلق بحادثة غرق لاجراندير. هذا الملف الخاص العائد لوزارة الخارجية الذي يحمل عنوان كنوز ملكية غارقة هو ما لفت انتباهي. وهل كانت ملفات سرية ام انها نشرت؟ نشرت ورفعت السرية عنها بعد 30 سنة. يتضمن الملف السري تفاصيل عن مراسلات بين وزارة الخارجية البريطانية وتوني بيميتش، بريطاني يعمل في لاوس. تكشف الوثيقة ان البريطانيين كانوا يبحثون عن نفس الكنز. لقد وضعوا عام 64 خطة تفصيلية لانقاذ الكنز واعادته الى ملك لاوس. وقد حددوا نقطة معينة حيث ظنوا ان لاجراندير ترقد فيها. حدد الموقع من قبل بيمش، وهو عند شلالات تونغ سون على بعد 4 كيلومترات شمالية تدوة. حسنا، هذا سيساعدنا كثيرا. أجل آمل ذلك. يجري نهر ميكونغ في لاوس على أكثر من 1800 كيلومتر، ويشكل حاجزا طبيعيا مع ميانمار وتايلاند المجاورتين. حدد البريطانيون هذه المساحة المائية بطول 500 متر كموقع للبحث عن الكنز. يتبع مايك المسار البالغ 60 كيلومترا نزولا بمحاذاة النهر نحو بلدة تادوا المعزولة. تنتشر متاهة مخيفة فوق هذا الجزء من النهر، حيث يقوم المزارعون بقطع الغابات وبحرقها بهدف تأمين مساحة زراعية.
تتغير حالة نهر ميكونغ مع تبدل الأحوال الجوية، فتزداد التيارات قوة وتتحول الصخور إلى مساقط للمياه. يجرف النهر المتدفق الرمال فتنعدم الرؤية في مياهه، وتكون هذه الحالة شديدة الخطورة حتى بالنسبة إلى غطاسين محترفين عالميين من أمثال مايك. الرمال مشبعة بالماء وهي رمال متحركة، تصور كيف تكون حالة الرمل وهو في حركة دائمة. لا أحد يرغب في الغوص في هذه البقعة لأنه لن ينجو منها. هناك أمران سيحددان إن كان الغطاسان فليتشر سيجريان تحقيقا في هذا المكان: الرؤية في النهر وسرعة المياه وقوتها، والطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك هي في الغطس في النهر. يقوم مايك بربط حبل بإحدى الصخور عند الضفة ليتشبث به كي لا يجرفه نهر ميكونغ. إن الخلايا الهوائية في سترة العوم تزيد من القدرة على العوم داخل المياه، أما إذا سحب التيار مايك وانتزع الحبل منه فسيعود إلى السطح ويعوم بدلا من أن يعلق تحت الماء. لكن الغطس هنا خطر جدا، فهذه الهواية غير معروفة في لاوس، وقلة من الناس تمكنوا من اكتشاف أعماق النهر الغامضة. إن ميكونغ كلمة تايلاندية ومعناها أم المياه، أي القوة القادرة على وهب الحياة وعلى أخذها. يعتقد كثيرون أن النهر هو موطن الناجا، وهي مخلوقات عملاقة تشبه الأفاعي وتختبئ في الأعماق، وسكان لاوس يقدمون إليها التضحيات. لا تستطيع رؤية شيء في الأسفل، هذا مخيف. الرؤية معدومة في المياه التي تعكرها الرمال. كل ما أستطيع رؤيته تحت الضوء الذي بحوزتي هو توهج برتقالي اللون. إن الرؤية الضعيفة تعني أنهما لن يتمكنا من البحث عن الكنز معتمدين فقط على البصر، وما زال عليهما التأكد من قوة التيار داخل النهر. إنه موسم الجفاف والنهر في المستوى الأكثر انخفاضا، لكن مياهه تتدفق بسرعة حوالي 11 كيلومترا في الساعة، وقد تتضاعف هذه السرعة في أي لحظة. خلال موسم الفيضان يصبح نهر ميكونغ شديد الخطر. سنة 2000 أكثر من 800 شخص معظمهم من الأطفال لقوا حتفهم. يغطس مايك تحت السطح بين الصخور الناتئة وشبكات الصيادين الغارقة عبر الدوامات التي قد تحبسه ويعلق بداخلها. أنا بخير، أجل. أشعر بالسعادة لأنني تمكنت من القيام بذلك، لأنني تعرفت أكثر إلى النهر. عالقت داخل دوامة لبعض الوقت ورحت أدور بداخلها فشعرت بأنني لن أنجو، لكنني شعرت بالكثير من الحماسة عندما فكرت في أنني قد أكون ربما فوق حطام السفينة لا جرانديير. لكن على الغطاسين خطة لمواجهة التيار قبل البدء بالبحث عن الكنز. على أرض قارة أخرى يسير وارن على خطى قائد لاجرانديير متوجها نحو بلدة ذلك الجنرال في غرينوبل فرنسا. منذ حوالي قرن لقي الجنرال دوبيليه حتفه في مياه نهر ميكونغ. لقد كان هو قائد القوة الفرنسية الاستعمارية في الهند الصينية، وكان مولعا بجمع التحف الفنية المحلية. في مقر العائلة يحمل خليفته هنري دو باسيس مفاجأة لوارن. وهذه صورة لبحيرة لاجرانديير. لم أتوقع رؤية صور للسفينة. إنها أول نظرة يلقيها وارن على هدفه. تظهر السفينة في الصورة وهي تعبر مياه نهر ميكونغ. كانت السفينة البخارية مزودة بمرجل معدني ضخم، وهذه تفاصيل مهمة جدا بالنسبة إلى الفريق، لأنها ستساعد الغطاسين على اختيار التكنولوجيا الصحيحة من أجل عملية البحث. لا أعرف تاريخ التقاط هذه الصورة. يبدو النهر بالتأكيد مرتفعا، ونستطيع رؤية أشجار تحت الماء. إنها رؤوس الأشجار المغمورة تخترق سطح الماء. قامت لاجرانديير بآخر رحلة لها في شهر يوليو عام 1910.
كان نهر ميكونغ في حالة فيضان، حيث ارتفع إلى 18 مترا فوق معدل ارتفاعه خلال مواسم الجفاف. وكانت المياه المرتفعة تخفي خطرا كبيرا، إنها الصخور الضخمة تحت السطح. إنني فضولي، هل كان الجنرال فيلاوس في مهمة عسكرية أم أنه كان ملك لاوس يجري مفاوضات مع متحف اللوفر في باريس من أجل التحضير لمعرض للكنوز الملكية في لاوس؟ وبما أن الجنرال كان أنذاك أهم شخصية فرنسية في جنوب الهند الصينية، فقد كان في موقع يمكنه من التفاوض مع ملك لاوس لكي يقنعه بالسماح باستعارة بعض من تحفه الرائعة كي يجري عرضها. لا تتوافر سجلات في اللوفر تؤكد أن الجنرال كان يحضر كنوزا لعرضها في صالة المتحف، لكن الملف السري البريطاني يفيد أن الكنوز غادرت لاوس على متن لاجرانديير، وأن العائلة الملكية في البلاد حزنت كثيرا لأن كنوزها الوطنية قد أخذت. لكن الملك شعر بالعجز ولم يقدم أي اعتراض لدى السلطات المستعمرة. إن مركز ونفوذ دوبيليه في لاوس المحتلة قد جعل العائلة المالكة تتغاضى عن المطالبة بكنوزها بما فيها تماثيل بوذا وتحف قيمة أخرى ذات معنى ديني عميق. لاوس هي بلد يعتنق الديانة البوذية منذ القرن الرابع عشر، وإزالة تحف مقدسة هو بنظر الكثيرين إهانة كبيرة لوطنهم. معظم الكنوز جاءت من هنا، من لوانغ فرابانغ، وهي مركز الديانة البوذية في لاوس. يقيم الرهبان في احد الاديرة المحلية احتفالا دينيا خاصا على نية الغطاسين فيتشر من اجل حمايتهما من مخاطر نهر ميكونغ. يعتقد بعض سكان لاوس ان كل من يزيل تحفة دينية من مكانها يقع ضحية لعنة تحل به. لقد ابلغ الجنرال دوبيليه قبل مغادرته عن حالة النهر الخطرة، ربما غرقت لاجرانديير بسبب الكارما السيئة التي حلت به، وهذه مجازفة لا نريد خوضها. يمثل البحث عن لاجرانديير تحديا غير مألوف، لذا تجهز الفريق بمعدات خاصة لمواجهة ما قد يحدث فجأة. حمل القارب النهري بعشرين حقيبة وبنصف طن من المعدات، إنه مكان إقامتهم وقاعدة عملياتهم في نهر ميكونغ. إن قارب الفريق يشبه إلى حد بعيد سفينة لاجرانديير، كلاهما مؤلف من هيكل رفيع وطويل لكي ينساب في ممرات النهر الضيقة، لكن المجاري حيث الصخور العملاقة ما زالت تمثل خطرا كبيرا. قد تقدم أوجه الشبه بين السفينة والقارب بعض الأدلة التي ربما تساعد الغطاسين على فهم ما حدث. أتساءل إن كان أحد ما قد فكر في إمكان تعرضها لمشكلة ميكانيكية كعطل في دفة القيادة مثلا. ربما اصطدمت السفينة بصخرة أو التوت الدفة مما جعلها تقع تحت رحمة التيار. إن النظام الميكانيكي الذي كان مستخدما في السفينة هو نظام بدائي بقي دون تطوير طوال قرن كامل. كانت تتألف عجلة القيادة من سلسلة طويلة تلتف حول أسطوانة، وكان طرفا هذه السلسلة متصلين بالخلف بالدفة، كل طرف من جهة لكي يوجهها. إنه نظام جيد وبسيط، ولكنه قد يفشل في أي لحظة، فإذا ارتخت السلسلة حول الأسطوانة ينهار كل شيء. أظن أنها كانت مجهزة بسلسلة من ذاك النوع في نظام القيادة، لكن السفن البخارية كانت تستخدم الحبال. الحبال؟ أجل، سمعنا كثيرا من القصص عن انقطاع الحبال أو تشققها أو حتى عن احتراق بعض السفن. تصور أن لديك سفينة مشتعلة، كيف ستتم قيادتها؟ إن فقدان السيطرة على الدفة في البحر مشكلة كبيرة، لكنها أكبر وأخطر إذا كانت في مجرى نهري مليء بالمنعطفات الضيقة الحادة. أظن أن شيئا كهذا يصيبني بالتوتر، إن عجلة القيادة فائقة الأهمية خصوصا عند عبور السفينة الدوامات والتيارات التي تجعل المياه مضطربة. يخفي سطح النهر الهادئ عددا كبيرا من حطام السفن ومن الأخطار الحقيقية. على الغطاسين فليتشر أن يعتمدا تقنيات غطس معينة وأن يستخدما خبرة الأربعين سنة التي يملكانها لكي يتمكنا من مواجهة نهر ميكونغ الجبار. لا تتوافر مراكز لدعم الغطاسين في المنطقة المعزولة الواقعة حول تادوا، حتى إن قوارير الهواء
تشحن من تايلاند التي تبعد أكثر من 700 كيلومتر. ما نفعله الآن دقيق جدا لنجاح العملية. يستخدم أعضاء الفريق ما كان مايك قد تعلمه من قبل خلال قيامه بالاستكشاف. لقد طوروا خطة للغطس في التيارات الجارية حيث غرقت لاغرانديير ومعها كنوزها. سوف يلقون بأوزان ثقيلة بدلا من الصخور عند كلتا الجهتين من أي هدف. مرساة ممتازة. لا يملك البحارة المحليون مراسي تقليدية، على الأقل من تلك التي نراها في أمريكا الشمالية وفي أوروبا. توجهنا إلى مكان لتجميع الخردة واشترينا هذا المحرك القديم لكي نستخدمه كقاعدة لتثبيت الحبل حيث سنغطس أنا وورن. سوف يربط الغطسان حبالا بالوزن الثقيل قبل رميه في الماء، ثم ينزلان وهما متمسكان بالحبال بواسطة الأيدي إلى الموقع الذي يريدان استكشافه. سوف تمثل هذه الحبال أداة نجاة في تيارات النهر الجارفة. نحن ننظر إلى النهر، هنا سنلقي الوزن الثقيل. هذه هي النقطة التي سنصل إليها إذا تمكنا من سحب أنفسنا نزولا باتجاه الوزن، لكن الخطر الأكبر هو أن تجرفنا المياه بعيدا عن الحبل حيث لا نستطيع أن نرى شيئا. لنتصور أن هناك جذع شجرة في النهر وأن التيار يشدنا هكذا ثم نعلق به. عندها قد ننقلب رأسا على عقب وينتزع القناع عن وجهنا، وقد نعلق في إحدى شباك الصيد القديمة. لهذا يجب ألا نترك الحبل من يدنا حتى ولو ثانية واحدة. عليهما الآن اختبار نظامهما الجديد. إنهما يدخلان في النهر بالقرب من أحد المساقط، لكنهما سرعان ما أدركا أن التيارات تحت السطح أسوأ حالا. أنا هنا عند طرف الحبل والتيار قوي جدا. صحيح إنه قوي جدا، لكنني متمسك به جيدا. إن الغطس هنا يعرضهما لخطر اصطدامهما بالصخور العملاقة المجاورة. لا أستطيع تصور كمية الرمل التي في الأسفل. الوضع سيء. لا أعرف إن كنا سنتمكن من رؤية شيء في الأسفل. الرؤية معدومة لكن الاختبار نجح. الأوزان ثابتة في مكانها والحبال بقيت مربوطة بها بإحكام. إذن يمكنهما استخدام هذه الطريقة لإجراء تحقيق تحت الماء. لكن الرمال المضطربة تحت السطح مسألة أخرى. ضع يدك على شعري. طبقة سميكة من الرمل تكسوه، وكأنك تضع قلنسوة على رأسك. هذا مضحك. لدينا الكثير من الرمل هنا وهو يدور ويعكر المياه. يمثل الرمل تحديا آخر، لكن على الغطاسين إيجاد طريقة لمواجهته. الخطوة التالية هي تحديد موقع الهدف. السفينة المفقودة مصنوعة من المعدن، وهذا ما جعل الفريق يطلب الدعم من المهندس البريطاني بوب هيكسون. عمل هيكسون في تطوير أنظمة للكشف عن المعادن على مدى 30 سنة. هذا نظام فريد قمت بتطويره بنفسي لكي يستخدم في تحديد مواقع حطام السفن القديمة. إنه يعتمد على جهاز جي بي اس وجهاز تردد صوتي وجهاز قياس مغناطيسي. استخدم بوب نظامه هذا للعثور على حطام سفن إسبانية قديمة بالقرب من بنما، وعلى حطام سفن أخرى تعود إلى القرن 18 عند سواحل بريطانيا. يبدأ الفريق بحثه في المنطقة التي استكشفها مايك، وهي عند مساقط الشلالات حيث يقول البعض إن لاغرانديير غرقت. يريد بوب تحديد مكان هيكل السفينة الحربية البخارية المصنوعة من المعدن والمرجل الذي كان على متنها. يسحب جهاز القياس المغناطيسي خلف القارب وهو يكشف التغير في حقل الأرض المغناطيسي الذي قد يسببه وجود أجسام معدنية. إن هيكل لاغرانديير ومرجلها سيعطيان إشارة فريدة وسيساعدان على تحديد موقع الحطام. قد لا تكون لاغرانديير قد طمرت عميقا تحت الرمال، وخبرة بوب هي التي ستمكن الفريق من معرفة ذلك. هذه إشارة. أجل، إنها إشارة متحركة. يجب أن تكون هكذا، أن صحيح. تكون مسطحة. هذا خبر غير سار. يطلق جهاز القياس المغناطيسي إشارات غريبة. إن تضاريس المنطقة غير ممسوحة، وقد تؤدي بعض الصخور التي تحتوي على معادن إلى التشويش على جهاز بوب، مما يجعل تحديد مكان الهدف أمرا مستحيلا. أظن أن هذا جسم حديدي، انظر إليه. يقترح بوب إجراء اختبار بسيط لمعرفة إن كان لهذه الصخور تأثير على جهاز القياس المغناطيسي.
جعل وارن يبعد جهاز التحسس عن الصخور، فوجد تقلبا هائلا في الإشارات. الصخور تحتوي فعلا على المعادن، وفيها قوة مغناطيسية كافية للتشويش على نظام بوب. سبب ذلك هو الصخور، لن تتمكنا من العثور على السفينة بواسطة جهاز القياس المغناطيسي. إنه لتراجع كبير، من دون جهاز القياس المغناطيسي لن يتمكن الغطسان من معرفة أين سيغطسان. عندها حول الغطسان فليتشر أنظارهما إلى السبب الذي قد يكون خلف غرق السفينة، وهما يأملان أن يلقي الجواب الضوء على الموقع الذي تجثو فيه. سامساك بوغفيتشيت قائد زورق سريع محلي، وهو يبحر بانتظام في هذا الجزء من النهر ويعرف كل مخاطره. الناس القادمون من هذه الجهة يخشون الصخور، لذا ينطلق القارب بهذا الاتجاه. الماء هنا تدفعه، لذا قد يصطدم بالصخور ويتحطم. عليك المرور من هنا والابتعاد عن هذه الصخرة، هكذا تجتازها بأمان. يعتقد الناس أن عليهم البقاء في وسط مجرى النهر، لكن المياه تصطدم بهذه الصخرة فتدفع بالسفينة باتجاه الضفة. هذا صحيح. عليهم البقاء على مقربة من الصخرة، فعندما تدفعهم المياه ينجرفون قليلا ليصبحوا في الوسط. أجل. إذن هذا على الأرجح ما حدث للاغرانديير، لم يدرك طاقمها أن المياه ستجرفها. كانت في الوسط ثم دفعتها المياه باتجاه الصخرة فعلقت في الدوامة. هذه هي الصخرة التي حاولوا تجنبها. نعم. لأنهم اصطدموا بها. نعم. لكن متى تكون الفترة الأشد خطرا من السنة؟ تمتد هذه الفترة بين يوليو وأكتوبر. إذا لاغرانديير كانت تبحر هنا في الفترة الأشد خطورة خلال السنة؟ أجل صحيح. ربما يكون التيار القوي قد جرف لاغرانديير باتجاه الصخور ثم سحبها إلى الأسفل إلى حيث تجثو الآن. قد تكون تلك الدوامة تدور بهذا الاتجاه، وربما تكون قد امتصت السفينة وجرفتها نحو هذه الجهة من النهر. قرر الغطسان فليتشر أن يركزا على مساحة 50 مترا من النهر مباشرة تحت الشلال، حيث قد تكون لاغرانديير غرقت. إنها نقطة أصغر مما كانا يتوقعان، لكنها قريبة من الصخور المسننة وهي خطرة جدا. لكن الخبر السار هو أن بوب يعتقد أنه وجد طريقة لاستخدام جهاز القياس المغناطيسي. حسنا مايك، أنزل الجهاز. أنزل الجهاز. يقوم بوب بخفض حساسية جهاز القياس المغناطيسي لكي يخفف من الإشارات التي تطلقها الأجسام المغناطيسية الطبيعية الموجودة في نهر ميكونغ. بوب، ماذا يجري؟ إنه يعمل جيدا، ما من مشكلة. هل تلقيت إشارة من هذا القارب الفولاذي؟ أجل، الجهاز يلتقطها، إنني أتفحص القارب. إذن هيا بنا. نجحت محاولة بوب. يستطيع جهاز القياس المغناطيسي الآن أن يميز بين معدن هيكل السفينة والصخور المحيطة به. يبحر الفريق ببطء عبر المياه كي يستطيع جهاز القياس المغناطيسي التقاط أي إشارات معدنية آتية من القعر. بعد 6 ساعات جاءت النتيجة، فقد سجلت إشارة قوية بالقرب من مهبط الشلال. أجل، ها هي، انظر، يوجد تغير مفاجئ في الإشارات هنا. انظر كيف تعود الإشارة وتنخفض هنا. إنه هنا على الأرجح. تظهر الشاشة جسما جاثيا على عمق 9 أمتار تحت سطح الماء بالقرب من الموقع الذي حدده قائد الزورق السريع سومساك. إنه بعلو 3 أمتار عن القعر. ممتاز، هذا رائع. يبدو هذا واعدا.
إنها بالتأكيد البقعة الأصعب في النهر لكي نغطس فيها. هنا في هذه القناة حيث تتدفق المياه كلها في هذه المساحة الضيقة. يجعلني هذا الأمر أتساءل إن كان في هذه البقعة كثير من السمك. ألا تعلم أن الصيادين يعرفون مكان الحطام؟ يعتقد الغطاسان فليتشر أن لديهما هدفا واعدا عليهما التحقيق فيه. إن الموقع حيث تلقيا إشارات قوية عن وجود معدن فيه هو موقع يعرفه الصيادون، لكن الأحوال بالقرب من الصخرة قد ساءت كثيرا منذ يوم أمس. المياه سريعة أكثر من المعتاد والغطس أصبح أكثر خطورة. التيارات القوية والمياه المضطربة المتدفقة والدوامات الهائلة، كل هذه العوامل تمنع القوارب من الاقتراب من موقع الغطس، وعلى الغطاسين فليتشر أن يحملا معداتهما الثقيلة ويسيرا بها فوق صخور مسننة كالسكاكين. إن كل قارورة مزدوجة وحقيبة ظهر تزن حوالي 45 كيلوغراما، خطوة واحدة خاطئة قد تكون قاتلة. لا يستطيعان أن يتخليا عن هذه المهمة في نهر ميكونغ الجبار. تتعرض قوارب الغطس لدوامة قوية، يزن كل قارب حوالي 900 كيلوغرام، لكن المياه تجرفها بقوة. راح الفريق يواجه التيار كي يعيد القوارب الى وضعها الطبيعي، وبدأ الغطاسان بالتفكير فيما ينتظرهما. حسنا، ثبته بالصخرة، ثبته بالصخرة. ألا تعتقد أن ما نقوم به خطر جدا؟ إن التيار قوي جدا، لن نستطيع مواجهته. انظر إلى ما فعل بالقوارب. سنبقى متمسكين جيدا، سنتحرك ببطء. حسنا، بوب مرتبك جدا. لا ألومه. قد يكون التيار تحت السطح أشد عنفا، والحبال هي الوسيلة الوحيدة التي ستنقذ الغطاسين وتحول دون انجرافهما. لكن من اجل البحث عن لاجرانديير عليهما ان يمسكا الحبال بيد واحدة لكي يتحسسا الهدف باليد الاخرى بحثا عنه. ان انعدام الرؤية تحت سطح الماء يجعل من الصخور والطمي المتراكم خطرا كبيرا على سلامتهما. الوضع خطر جدا هنا، يا لنا من مجنونين. نحاول ان نتشبث لكننا سنغرق في الرمال. سأترككما تتابعان المهمة، اتصلا بي ان حصل شيء. يقولان ان المياه مضطربة جدا في الاسفل، لكنهما قادران على متابعة عملهما والغوص بمحاذاة الحبال المربوطة بين الوزنين. انهما تحت مسقط الشلال مباشرة. انني اقترب من طرف الحبل واظن انه يوجد شيء ما هنا. مع اقتراب مايك من الهدف ظهر خطر عند سطح الماء. اسمعاني جيدا، هناك مركب فولاذي ضخم يعبر النهر في هذه الاثناء، انتبها جيدا، سوف تسمعان ضجيج المحركات. اجل نسمع. ان عبور المركب يزيد اضطراب المياه ويزيد بالتالي صعوبة التمسك بالحبال. يا الهي، جرف التيار مايك الى طرف الحبل. وارن، ما بك ابي؟ وجدت شيئا هنا. يناضل مايك فليتشر كي يبقى متشبثا بالحبل وكي يستمر في تحسس ما قد اكتشفه. مركب ضخم يعبر الماء فوق رأسه. استطيع ان اتحسسها الان، انها شجرة. علينا ان نخرج من هنا بسرعة قبل ان تبتلعني. ان التيار تحت الماء متقلب جدا، بحيث اضطر مايك وورن الى بذل جهد كبير كي ينسحبا بمحاذاة الحبال نحو السطح. Let's
لم أجد سوى جذع شجرة. حقا؟ هدفنا كان شجرة. يا للهول، إنها على عمق 20 مترا تقريبا. صحيح، توجد حفرة في الرمل. صحيح، وهناك التقان وارن، وتوجد خلفها شجرة كبيرة. أنا متأكد أن ما رأيته ليس لاجرانديير. أظن أن ما رأيته كان تلك الشجرة الضخمة القديمة. لقد تحول الأمل إلى خيبة. يبدو أن الخصائص المغناطيسية في الصخور والرمال المضطربة قد أعطت إشارات مضللة. يحتاج الغطاسان فليتشر إلى معلومات صحيحة، لذا عليهما العودة ثانية إلى الخطة البريطانية السرية التي تعود إلى عام 64 من أجل استعادة لاجرانديير. في لندن التقى وارن سير بيتر ويكفيلد. في ستينيات القرن الماضي كان سير بيتر عضوا في وزارة الخارجية البريطانية، وكان لاعبا أساسيا في خطة وضعت لاستعادة كنوز لاوس الغارقة. وضعت خطة العثور على لاجرانديير خلال حرب فيتنام، عندما كانت الحكومة البريطانية تعمل على منع انتشار الشيوعية. تستطيع القول انها لم تكن انذاك مهمة عادية. كانت وزارة الخارجية تعتقد ان العثور على الكنز واعادته الى ملك لاوس سيكونان بمثابة مبادرة قيمة تجاه حليف في الحرب ضد الشيوعية. جاءت بعد ذلك حكومة جديدة والغت المهمة. هذا مؤسف، في النهاية توقف المشروع ولم يغطس بعد ذلك احد للبحث عن السفينة او عن اي تحفة كانت على متنها. كل ما في القصة هو انهم قاموا بمحاولة، وكان ذلك سنة 1968. بعد المهمة التي اجهضت سنة 64، باربع سنوات جرت محاولة ثانية اخرى للعثور على الكنز، لكنها انتهت بمأساة عندما تحطمت طائرة البعثة وهي من نوع DC-3 في مياه نهر ميكونغ. وهذه الحادثة تكشف عن لغز اخر. سايمون دانستون هو مؤرخ عسكري حقق في الحادثة. بعد اصطدام الطائرة بالماء اندفع بعض من ركابها الى الخارج وسقطوا في النهر، ثم كانت هناك محاولة انقاذ قامت بها طوافة امريكية من نوع هيو، لكنها كانت على علو منخفض جدا بحيث دفع ضغط مروحتها بمن كانوا في الماء نزولا فغرق الجميع، ولم ينجو احد من ركاب الطائرة 37. هل قام احد من المجموعة قبل الحادثة بالغطس الى قعر النهر؟ تمكنوا من الغطس، لكن للأسف إن كانوا قد عثروا على أي من التحف فلا بد أنها عادت وضاعت خلال حادثة تحطم الطائرة. إنه هدف جديد، طائرة قد تكون محملة بالكنوز عندما سقطت وتحطمت. وفي لاوس وجد وارن رجلا كان قد شاهد الحادثة عند وقوعها. إنه يقول نعم أعرف، لأنني رأيت آنذاك الطائرة تتحطم. رأى الطائرة تتحطم؟ أجل، يا إلهي كنت هناك؟ كان مشهدا جنونيا لا يصدق. لم أكن بعيدا عن الطائرة، لم تكن بعيدة عني كثيرا، لقد خفت كثيرا مما رأيت. وهل ما زالت الطائرة في ذلك الموقع؟ نعم ما زالت هناك أنا متأكد. قلة من الناس رأوا الطائرة وهي تتحطم، وشاهد العيان الذي وجد وارن هو صياد يدعى بونتان شانتافونغ. كان بونتان في 11 عندما وقعت الحادثة، لكنه واثق من أنه يتذكر تماما مكان سقوط الطائرة. إنه يقود الفريق إلى مسافة 4 كيلومترات إلى الشمال من المنطقة التي كانوا يبحثون فيها. يبلغ عرض أجنحة طائرة DC-3 29 مترا ووزنها أكثر من 11 طنا. يتذكر بونتان الحادثة بأدق تفاصيلها. من أي جهة جاءت الطائرة؟ جاءت من هذه الجهة ثم انخفضت وعادت واستدارت. هل كانت تبحث عن مكان تهبط فيه؟ قال بونتان انه بعد 3 ايام على الحادثة شاهد اناسا يحاولون انقاذ الطائرة الرابضة فوق سلسلة صخور عند الجهة المقابلة من النهر. هذه الصخرة الضخمة التي هناك هي التي جثت الطائرة فوقها، وهناك قاموا بربط سلك وحاولوا سحبها بواسطة رافعة،
لكن الجناح انشطر، وقد قيل لنا انهم رأوا جثثا تسقط من الطائرة عندما انفصل الجناح عنها. ان الشيء الايجابي في هذه الحالة هو اننا نعرف المكان الذي سنغطس فيه، على عكس حالة لاغرانديير لسنا بحاجة الى البحث عن الطائرة، كل ما نحتاجه هو الغطس في الماء وقد نجد الكنز. هيا بنا. أمامهم بقعة محددة للغطس، لكن هذا الجزء من نهر ميكونغ هو أخطر مكان عرفوه. تتدفق كمية هائلة من الماء عبر قناة ضيقة، فترتفع سرعة النهر ويزداد التيار قوة ويصبح أعنف مما كان مايك يتوقع. هناك خطر إضافي يتسبب به العبور الكثيف للمراكب عبر القناة، مما يزيد المياه اضطرابا وغليانا. لا أظنني سأغطس الآن في الماء. حقا؟ لكن التوقيت ممتاز، نستطيع أن نعرف متى يعبر مركب، وذلك من خلال الدوامات التي يخلقها في الماء. لو كنا في المياه عندما عبر المركب لما كنا نجونا. انظر إلى ما أحدثه ذلك في الماء. يملك الغطاسان فليتشر سلاحا سريا للغطس، وهو تقنية تعتمد على السونار. تولد الآلة صورا بصرية من خلال الصوت المنعكس، وهي ما سيقودهما عبر نهر ميكونغ حيث الرؤية معدومة. لكنه سلاح ثقيل الحركة ويضيف بعض المخاطر إلى عملية الغطس. أظن أننا من دون السونار في الأسفل سنكون في خطر شديد، وعلينا أن نتمسك بكلتا اليدين بهذا الشيء. أتعني أن الغطس خطر إن أخذت الجهاز معك؟ الغطس خطر جدا معه أو بدونه. أنت على حق. إنه لقرار صعب، لكن جهاز سكانر قد يساعد الغطاسين على الوصول مباشرة إلى الكنز. تستخدم الكاميرا الصوتية المحمولة يدويا الصوت لكي تكون منه صورة، وهي تضع صورة مفصلة لحظة بلحظة من خلال ارتدادات الموجات الصوتية المنعكسة من أرضية القعر. إنه سلاح عظيم يستخدمانه في نهر ميكونغ الشديد الاضطراب. يواجه وارن تحديا كبيرا، فعليه أن يمسك بالحبل المثبت إلى الوزن بيد واحدة وأن يستخدم الكاميرا الصوتية باليد الأخرى، لكن ذلك يستحق المخاطرة. يتبع وارن والده في مياه النهر باتجاه الهدف. يتسبب الرمل المضطرب بالتشويش على الكاميرا الصوتية، لكن وارن يستطيع رغم ذلك رؤية مايك وهو يتنقل بمحاذاة الحبل. التقدم بطيء، لكن الصور التي تظهر في الكاميرا الصوتية مطمئنة. وارن، إنني أبعد عنك حوالي متر وربع متر. هذا صحيح. إنهما يقومان بمناورة لإبعاد الحبل عن مصب الشلال، وهي حركة قاسية من أجل توسيع منطقة البحث. وارن هو الآن أمامي، وسنقوم بإبعاد الحبل عن مصب الشلال هنا عند الطرف. نكاد نصل إلى المرساة. لكن ما إن تراخى الحبل حتى علقا في تيار مفاجئ. عندها اختفى وارن. هل نظرت إلى السطح؟ هل ترى وارن؟ أنا لا أراه عند الحبل. بوب، هل ترى وارن؟ انتهى. لا مايك، ليس عند السطح. حسنا، ابقى حذرا، سأتوجه نحو طرف الحبل. أنت بخير وارن؟ يصارع مايك التيار بحثا عن ابنه وسط الرمال العاكرة. هل أنت متأكد أنك بخير وارن؟ يخشى الفريق أن يكون وارن قد أصبح بعيدا عن الحبل وانجرف في النهر. مهلا، رأيته، إنه عند الحبل. إن الوضع صعب جدا هنا. يا لها من مغامرة جنونية. لا بأس، سنعود الآن. يقوم مايك بمساعدة وارن كي يعود مستعينا بالحبل. ظننت أننا فقدناك. لقد دفعني التيار بعيدا. إنني مسرور بعودتك. التيار قوي جدا هنا. يا له من كابوس مرعب. لا أثر لأي حطام، والتيار يمنعهما من معاودة الغطس. لقد توقف البحث عن الطائرة.
لكن واحدا من أعضاء الفريق يملك خطة أخرى. يتوجه المهندس بوب هيكسون إلى موقع الغطس الأول حيث الشلالات في بلدة تادوا. إنه يريد اختبار جهاز القياس المغناطيسي للمرة الأخيرة. في الجوار موقع أثري مهجور وهو ذو صلة بلا جرانديير. من هنا المدخل، هل رأيت؟ مكان في قلب الغابة كان منذ حوالي قرن مركزا مهما بالنسبة إلى حركة السفن في النهر. هذا هو الموقع الأثري، لكن للأسف أخبرني بونمي أن رجلا جاء فيما مضى وقام بتفجيره بالديناميت ظنا منه أن في داخله كنزا أو شيئا مدفونا. يمثل الموقع الأثري علامة لمكان مات فيه رجال وفقدت فيه كنوز. وقد قرر الغطاسان فليتشر أن يجعلاه مرة جديدة مرئيا من نهر ميكونغ. لا يمكن أن يستمتع أحد برؤية هذا الموقع الأثري. لم يبقى منه الكثير، لكن ما بقي منه يثير الدهشة. يبدو واضحا أن ثمة أعمالا نشطة تجري هنا. إنها تجارة الأخشاب، ها قد عادت من جديد. إن البنية المتداعية جعلت الغطاسين فليتشر واثقين من أنهما يغطسان في المكان الصحيح، لكن ما عزز ثقتهما هو الخبر الذي حمله بعض، وهو أن ثمة حقلا مغناطيسيا قويا إلى الأمام عبر مياه النهر. يبعد موقع الهدف 150 مترا عن المكان حيث قال سومساك إن لاجرانديير اصطدمت بالصخور. يريد السكان المحليون تعزيز فرص البعثة بالنجاح، لذا قاموا بتقديم ذبيحة لناغا ولروح ميكونغ. هم لا يريدوننا أن نثير غضب الأرواح، ويعرفون جيدا أننا هنا كي نعيد إليهم أيقونة ورمزا دينيا مهما بالنسبة إلى ثقافتهم. ربما تكون أرواح النهر قد هدأت واطمأنت. هذا رائع، إنه عمل جيد. تجري المياه حول الهدف أبطأ مما كانت عليه في مواقع الغطس السابقة، مما يجعل الغطس هنا أفضل من أي مكان آخر. إنها فرصة ممتازة، أليست كذلك؟ بالتأكيد، يجب التفتيش هنا. إنه موقع ممتاز، رأيت مواقع كهذا من قبل. تجري المياه سريعة في المساقط ثم تصب ولا تلبث أن تهدأ. صحيح. يقوم الغطاسان فليتشر بمراجعة كل ما يعرفانه عن النهر وعن قصة لاجرانديير. إنهما واثقان من أن هذا الموقع هو آخر مكان يبحثان فيه عن كنز لاوس المفقود. الفريق متفائل جدا لناحية الغطسة القادمة. يحضر وارن الكاميرا الصوتية لمسح القعر والبحث عن إشارات من الحطام. أجل، إنني متفائل. وارن، هل ترى على شاشة السونار شيئا ناتئا من القعر؟ انتهى. أجل، أستطيع رؤيتك جيدا عند طرف الحبل. التيار هنا معتدل، لذا يقوم مايك باستخدام جهاز بحث عن المعادن لعله يجد شيئا مطمورا تحت الرمال. مايك، هل وجدت شيئا بواسطة جهازك؟ لا بوب، لا شيء حتى الآن، لا شيء. مهلا، يوجد شيء هنا. بالتأكيد يوجد شيء هنا. لقد تلقيت إشارة إلى وجود شيء ما، مع أن الجهاز يعمل بدرجة تحسس منخفضة. إن استخدامك جهاز البحث عن المعادن هو فكرة جيدة، لأنه لن يتأثر بالصخور المغناطيسية. إذن يوجد بالتأكيد جسم معدني تحت الرمل، قد يكون جسما معدنيا كبيرا جدا. إن الحفر يستحق العناء. أنت على حق. إشارة قوية من جهاز البحث عن المعادن قد ترشد الغطاسين إلى جزء من هيكل لاجرانديير المصنوع من الفولاذ. لدينا إشارة قوية هنا. لقد حفرنا عميقا في الرمال، لكننا مع ذلك لم نعثر على شيء.
بدأ الرمل يضمرنا ونحن نتابع الحفر. يبدو أنني بلغت مرحلة لم أعد قادرا معها على الحفر كثيرا. يستمر مايك في الحفر والرمال تتحرك والمياه تصبح عكرة. ربما التقط الجهاز إشارة من جسم يقع على عمق أكثر من 4 أمتار. إنني أحاول كل ما استطعت، انتهى. علي الاعتراف بأنها خيبة أمل كبيرة. أخيرا تمكنا من الغطس دون متاعب، لكن لا مجال على الإطلاق لبلوغ الجسم المعدني. إن استمررنا في البحث فلن نجد أكثر من مستوعب معدني كان قد سقط عن ظهر أحد المراكب. الغطس لن يكون سهلا بوجود التيارات ومساقط المياه في الجوار، وكلفة العملية قد تبلغ مئات آلاف الدولارات. الآن بدأت أتفهم المشاكل التي واجهها هؤلاء الذين حاولوا فيما مضى أن يجدوا الحطام. إن الغطس في النهر هو بالتأكيد صعب جدا. صحيح، ومع مرور الوقت سيزداد صعوبة. كل سنة تتآكل ضفاف نهر ميكونغ البالغ طولها أكثر من 170 كيلومترا بفعل المياه الجارية، وتنجرف أطنان من الرمال والطمي في مياهه المندفعة بغزارة لتشكل ترسبات قادرة على طمر أي كنز وعلى جعل الغطس أصعب يوما بعد يوم. لكن الغطاسين فليتشر يعتقدان أنهما وجدا ربما آخر مكان ترقد فيه لاغرانفيير، وهما يبقيان إحداثيات الجي بي إس طي الكتمان. وحدها السلطات في لاوس تملك نسخة منها، وهكذا سيحتفظ نهر ميكونغ بسره إلى أن يأتي يوم آخر.